يلا تعالى يا سناء، تعالى يا شال، يلا. يا بنتي في ايه؟ ايه رأيك؟ في ايه؟ ايه رأيي في ايه؟ دي بتدفي اللوز دي ولا بتعمل ايه؟ ما تجننينيش. معلش يا مدام أميرة، الشغلانة جات لي فجأة ما لحقتش أجيب عدة جديدة. مش معنى إن أكرم مسافر يبقى الدنيا تبوظ. النهاردة جاي مسؤول مهم جدا، مهرجة هندي، عايزة الدنيا تمشي تمام. شال. أو نو ياه. إيه ده؟ أو نو ياه. أو نو ياه؟ ده بلغاري ده ولا إيه؟ يعني ما عملك ميكس ما بين الهندي كده يا ميكس؟ اوكي. ما تتكلمش لغات قدامي، عارف هتعمل ايه؟ في ايه؟ في هي دي بتعمل على دماغك ايه دي؟ دي بتعمل ايه؟ ما تجننيش بقى. انا طباخ الفندق. برافو عليك يا طباخ الفندق، يبقى هتعمل ايه في الاكل؟ طبعا. ها هتعمل ايه؟ طبعا انا حضرتك بتقولي انه مهرجان هندي، انا من واقع خبرتي ان عشت 10 سنين في الهند. ايه؟ امال ايه؟ انت يا شال عشت 10 سنين في الهند؟ ده انا جايب الهند من اولها لاخرها. اللهم صل على النبي عليه، فين في الهند؟ كنت قاعد في ام هندسي في قلبها كده هناك. ماشي ماشي، انت راجل كبير وعندك عيال، فانا مش عايز اعمل لك ستيكر على الارض. اوكي خلاص؟ اوكي، هما بيحبوا حاجات معينه في الاكل الهنود. بيحبوا الشطه، عايزاك تشطشط الاكل. هخليهم لك وهم قاعدين جنبك يقلبوا تنانين تنانين والله. اعمل الاكل اللي مطلوب منك وخلاص، ما تجوعش. ام سوري. طيب هما بعد الاكل هذا هؤلاء. هذا انت في ايه يا ابني مجنون؟ ايه الهنود دول؟ بيحبوا يشربوا حاجه بعد الاكل. اكلهم كل الجوز اللي عندك. الجوز حرام. ليه؟ عشان لا يجوز. يا اخي بقى عيب بقى، لمي نفسك بقى، لمي نفسك بقى، عيب على سلامك بقى. صلي على النبي. اوكي. صلاه النبي كلها مكسب. واللي يصلي على النبي يكسب. احنا بنفتح محل عصير قصب. يلا مؤاخذه ما تضايقناش بقى، في ايه؟ الله، ايه يا صبري؟ وصل وصل جناب المهرجة الهندي وصحبته وصلت. شفته بعينك؟ شفته بعيني، راكب جمل. ايه الله اكبر، سدد الطريق. يعني ايه مهرجة راكب جمل؟ انت هتستعبط. معرفش يا استاذ بجد. طيب اللي انا قلته عايزاه يتنفذ. ها اوكي. جود باي مدام. جود باي. بلغاري، لم نفسك. صبري فين هو؟ جاي على وصول يا فندم. ايه ده؟ في ايه؟ ده صوت حادثه. ايه ده؟ هتخمم، ما تروح تشوف.